اهلا. واضح شيماء عمر محمد عمر، عندي 36 سنة، انا لاعبة ريشة طايرة منتخب مصر بارالمبي. طبعا انا مريت بحادثه، فالحادثه دي خلتني عندي اصابه شلل نصفي. طبعا انا اتحديت دوت، ومنها كنت عايزه ابقى بطله كبيره، فمنها بدات والحمد لله وصلت وبقيت بطله. في ناس مش مدركه يعني ايه اعاقه، فبتبقى نظرتها للاعاقه وحشه. هي دي اكتر حاجه ممكن تخليني بتضايقني شويه، بس ما بقتش احط هدف غير هدف الرياضه، وهدف ان انا لازم ابقى بطله، واتحدى الاراده دي بارادتي انا. انا بقالي سنتين بلعب اللعبه دي، اخدت بطوله جمهوريه، دي البطوله الاخيره، اول جمهوريه فردي وحصلت على الذهبيه، واول زوجي وحصلت برضو على الذهبيه فيه. العلاقات الحلوة ان انا دايما الناس بتحسسني ان انا بطلة، وشافوا ان انا قادرة ان انا احقق احلامي، واني اتحديت دوت من ان انا ما قعدتش مكاني وكملت، وبقيت حد بيحب الرياضة وبيسعى وراها لغاية ما وصل. كابتني، عندي كابتن محترمة جدا، كابتن محمود، كابتن نصر، كابتن عاطف، كابتن سكر، اكتر كباتن يعني وقفت معايا ودعمتني كتير. بعدهم طبعا عندي البيت، بابا وماما واخواتي واولادي. شوفوني بطله وبيحبوني قوي، يحبوا يشوفوا مامي بتلعب ريشة وبتتحرك زي الريشة وبتحب الرياضة ودايما بتتحدى أي تعب، وإن أنا هما ما بيشوفونيش خالص إن أنا عندي إعاقة بسبب الرياضة. أخش أولمبيات إن شاء الله، وبطولة عالم بإذن الله.